كيف تنظر إلى يعني بريكس في تعزيز ودوره في تعزيز لمواجهة الشؤون العالمية وأيضا بشكل عام وأيضا الشؤون الإقليمية بشكل خاص؟ نعم، لو تحدثنا عن هذا المنتدى، تحاول الدول الكبرى المشاركة فيه على صنع عالم خاص يختلف عن العالم المتواجد ذات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. حسب علمي بأن الدول المشاركة في بريكس تشكل 20 أو 24% من اليابسة بشكل عام في العالم، ونسبة سكان أي 41% من إجمالي العالم. فهذه خطوة جيدة ربما ستلتحق بها دول أخرى لرفع المستوى المعيشي وكذلك مواجهة التغيرات الاقتصادية والتجارية. هي خطوة جيدة، وربما في المستقبل القريب قد ينضم العراق إلى هذه إن سنحت الفرصة، يعني حسب توقعاتي على اعتبار بأن العراق غني بالموارد النفطية. صحيح. وأيضا هو يقف على مسافة واحدة مع هذه الدول من الناحية التجارية. العراق لديه تعاون اقتصادي كبير مع الصين ومع روسيا ومع حتى مع الهند لو تحدثنا ذلك، فسيعزز هذا الاقتصاد العراقي. أما في مواجهة الشؤون الدولية، العالم منقسم إلى قطبين أو إلى أكثر من قطب في المجال الاقتصادي، لذلك صناعة قطب يتلائم مع المتغيرات السياسية أو الاقتصادية أو حتى التجارية. هذا يعد جيداً ويعود بمنفعة إلى الدول النامية التي تحتاج إلى هرم اقتصادي وقاعدة كبيرة اقتصادية تستند عليها.